بوز 5000 دولار بوز له يده كاو بوز يدك انت هاي اجا نجربوا هاي انت بدك وش تعمل ايوه نحسك ايش بقول لك كيفاش طيب هلا انت تقول ملك واطن هو ملك في الحقيقه هو يوصل يديلتي لك لكن هو مش هاي حتى يوقفك هم يعملوا لك ليه تبوسوش؟ انا ملك هكا اوكي هيك وبعدين تعمل شطح قلت ليني لا 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 شفتوا تتفرجوا انتم عاجبينكم اعتراضي في كل مكان ما انا ما نبوسش انا اش معناتها اعوذ بالله من كلمه ايه انا ما نبوسش يد الملك ولا نبوس يد ولده ولا نبوس يد هو مهما يكون سيناريو هذا شيء مفيد ولو ماشيين معاك ممثلين كبار مهما يكون ممثلين والله كان تعرفني شكون نعرف في مصر كلهم اصحابي وكلهم يحبوني وكلهم يموتوا علي من ممثلين الكبارات الكبارات من الممثلين من المخرجين الكبار من المنتجين كلهم اصحابي واخر همي الحكاية هذويا والسيناريو التافه والحكايات وجمعوا فيك اسمعني عمرنا خويا لا اسمع فيه اعطينا ممثلين انت توا قداش تعطيني نسبه من 100% انا مانيش باش نعطيك نسبه خاطر مانيش داخله في السيناريو بدي ايش هذا الكلام؟ بدي ودي يردك معاك نسى شهرة هنا قل لي قل كي تدخل توا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى انا صاحبتك اللي هي عادي قدامها ايش كون يعرف؟ تعرفوك كان في الانستغرام و انت بتتكلم جد؟ انا حقلب لك مصرية دلوقتي على فكرة لما اتكلم مصري اتقلب اوكي انا ما فيش حد يعرفني يا بابا انا الملكة يا حبيبي وعندي ليك فازة قدام صاحبتك مش نورمال ها؟ أنا نعرف مني وتسعة وعشرة قبلي مش نصور كمالك رشي في تونس عالمي نستدعاك كسر الدنيا انت واحنا بتاع بوس بتاع بوسة في اليد وبوسة في ما شنو كان يقول لي بوس لي ركبتي ولا صباع صيغتي الكبير شنو عمل نسخته؟ لا ما نقولكش خارج سيناريو ليه ما فماش خارج سيناريو؟ شوف الفكرة كانت عندي مش مبدل فيها كان ممثل مش يكون برينت في بلاصته صحافي يكلموا ضيوف باهي كلمهم في التليفون ياخذ معاه مواد يجيبها من يجتمعوا في بيرو يقعد في بيرو يناقش معاها عقد باش يصور كاميرا كشي الملك ب 130 مليون تلقاني انا على كرسي ناقش اما توش بدلوها تولي انت تناقش فهمتهم انت ايش؟ يعني احنا نكلموا ضيوف يعني الفكرة ذي باش تعملها انت يعني مثلا انا نكلم مريم بن مولاه نجيب انا نيل بيرو نقعد معاها غاديك نعمل لها نجبد لها الوحدة العقد نجبد لها الفكرة سينو سيستم تاع كاميرا كاشير ملك اللي مش تصور ونقترح عليها الاقتراحات هذه كلها انا عندي افكار برشا افكار ما نحبش نقولهم توا نهار هكا نقعد انا وياك بالرسمي افكار تفتق ومازلت ما تعملتش وما حبوا يعملوها في مصر اما مازالت ما تعملتش و تهلك البرنامج الكل اما الفكره كفكره تفضل بالرسم فكره بس هي صايب حصلوا قدر عرفت لي كان لك الشيء تشكلموا كيفاش نكلم ليه؟ ما نعرفش انا ما عنديش حتى فكره انا كل عام يعملوا لي كاميرا كاشير ما نعرفش وقتاش بالرسمي خاطر كيما عملناه ولا كي مشيت مازلت بكري على الكاميرا كاشير معناتها واصلا واحد راه مش كاميرا كاشير ديما في مخه معناتها بالرسمي وقتها معز بن غربيه قالوا لي في التاسعه ما برنامج السفيرة بأمريكا وانا نخمم كيفاش نحكي مع السفير انا والله نحصتك نحصتك ترفض العرض؟ لا نرفض صفقونا على مريم بن مولاه
كل عام تحصل انت وشنو؟ كل عام مرة هذي بالرسمي ما حسيتش فما ديك ما تفهم حسيت عادي يعني جاية البيرو مش نحكيو على خدمة ما عجبتنيش وموتو فاتفيتو انا الملكة ما مش الملك مرة هذي انا الملكة طلعت قابلكم I love you بس عليك هكا مظلني بوسم تهدي انت مهمة مش نجمع في ناس